حذيفة. خوفتني يا مين، تكرك وحش يا أخي. قوم يا كسلان قوم. داخل على الشغل. كم الساعة الحين؟ سبعة إلا ربع. لا تلومني يا اخوي، تعبان البارحه بالليل طول الليل وانا احلم اسود وحوش وغابات. حشم نايمين بغابه. مرجوم على المستشفى تعال نزور شمس اليوم. لا 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 طالعين الصوب ما بين مرحة شمس. احسن نوبه احسن. أمين ريولي ريولي ما ادري ايش فيها. اقول شمس اخوي زهران غافي؟ اي مساكين مبنك. يا الله مساكين مبنك مساكين. في فايك حلجه. سلام سلام سلام, سلام. عليكم السلام. أمين. أمين كيف حالك أمين؟ كيف الصحة؟ قلت تعال اشوف زي عايز كان بلادكم واحد. اسكت اسكت الله يسمعك، هذا أخو رامس الكبير. أمين أمين شيمة كان فيك شيمة، لا تخبوا عن حقيقة سالفتنا. تراه هو يعتقد أني أنا طالب في المعهد وشامس أستاذي. ولهذا الدرجة تكذب على أخوك وتبغوني أنا بعد أكذب عليك بعد معاكم؟ أنت اسكت لا تتكلم بس اسكت. بس هذا عيب يا شامس. يا أمين السالفة طويلة وعريضة وبعدين بخبرك عنها. المهم زوجاتك راحن السوق يمكن يمر عليك العصر. لا لا أبوي خليها على راحتهم، ما في داعي كده. أنا بخير بخير أقول لهم بخير، ما في شيء تدخل. قال لي خف الألم وخلاص ما فيك شيء بتخف. يا الله بتخف. أي خليه يسرحب في السوق ما أبغى أشوفه. زين المهم أنا جيت أزوركم وأطمن عليكم، تبان عليكم ما شاء الله الواحد مثل الحصان مرة. أنا بروح تبغى شيء والله شيء أجيب لكم. أمين وانت جاي تزورنا مرة ثانية جيب انك ذا شيء يسلينا، يعني مثلا جيب لنا ورقة لعب نبغى نقتل الوقت. ما يكفيك اللي سويته بعد تبغى تقتل الوقت؟ هاي لا لا ولا يهمكم، بجيبه معي العصر وانا جاي. شامس ممكن انك والله شوية الهبة لا باس، لكن كسرنا كسر والله. ملل المستشفى ملل، متى نطلع؟ ورانا اشغال ورانا اعمال. يا رايه يا رايه ما يصير اللي تسوين في نفسك كذا، ايش اللي صار؟ انا ما اعرف ليش سويت هذه الحركه البايخه، تو ما اعرف زهران محاطه هنا في المستشفى. مسكين زهران ما يستاهل. بسيطه لا تخافي عليه ما راح يصير له شيء. انا خايفه لا يستوي مشلول ولا شيء. ربش معه ويجيب العواقب. حميده من حميده دي؟ اي حميده؟ انت تو ما قلتي حميده كان ما صمه. يا رايه انا قلت ربنا يجيب العواقب حميده. شفتي قلتي حميده ولا لا؟ انا من رايي انك تروحي تزوري في المستشفى. لا لا انا ما اقدر اسيب، اخاف يصفعني. بعدين معلومه شيء حرمه تسوي زوجها كذا؟ انا متاكده ان زهران ما ماخذ بخاطره، زهران طيب. تي ما تعرفي انا حرمته وعارفه زين ما زين الله يهديش. اخاف لما يشوفني اطلع من حجرته الى غرفه الانعاش. انت تشجعي وتسيري زوري وعلى سيرتش خذي معاش هديه بسيطه، واكيد لما راح يشوف معاش الهديه راح يفرح. طبعا انا راح اروح معاش. اي والله رايه زين زين. هو نوبه ترى ماسد يحب الهدايا، لكن عاد مو نودي له يعني اي شيء بسيط بس معناه يكون كبير وغالي. اي الا يكون ذهب؟ لا لا يعني ورد، لان الورد رومانسي. ايه ورد. هي نعم هو وجه ورد. هو قولي شلي له ثوب شلي له بصال امام الورد، ولا اقولش احسن شيء نشلي له ربطه فقد. انت قربي واكيد راح يسامحش على رايش. شكرا شفتك. احسن بابو احسن. شوفي عيوني، أهل العروس كانوا حيقتلوني من قتلهم باغين النزل من قيمة المهر.
قالوا لي ايش فاكرين انتو؟ بنتنا سلعه بايره؟ زين وبعدين ايش صار؟ وبعدين كلمه مني وكلمه منهم ظليت اساومهم 7 ساعات واكثر بعد لما نزلت لك من قيمه المهر. حلو تعجبني اعرفك ودار وهبه ريح. ها وكم صار المهر الحين؟ من 3000 الى 2950. الحين بالله عليك كلمة مني وكلمة منهم وسبع ساعات منزل لي 50 ريال بس يا فادي الله يهديك. انت تعرف حالتي؟ انا مثل ما قلت لك اهلها واقفين بالباب ويردوا الخطاب كأنهم يلعبوا تنس طاخ منا وطاخ منا وانت الوحيد المناسب لا تخليهم يلعبوا فيك طاخ طيخ. نايل وانا اريها راجعه الحين انا من هنا اجيب 2950 ريال يعني كم ربطه سنمكي ببي. السلام عليك حجي. سلام. كيف الحال؟ عندك ورقه لعب؟ ايوه عطنا حبه. وعليكم السلام وهلا فادي. قوم سير ابوي وبنتلاقى هناك في نفس المكان. زين سرع سرع شوفكم ان شاء الله. السلام عليكم. هلا وانتي مو جايه بنش هنا مو باغيه؟ ماشي يا بابا كنت جايه عند الخياط ونسيت فلوسي في البيت وابغى 10 ريالات. البارحه ما عطنش 15 ريال هي خليتيهن؟ زين ترى قلت لك اني نسيتهم في البيت. يا حبكم للفلوس تفكروه اللعبة. دوش. شكرا. هذا 10 ريالات وماشي غيرهن الين العيد. يلا معلش سلمى ساكتة ايش مستحية من ابوي. يلا وبا احنا بنستاذن. يلا والبيت بسرعة. لا ارشك على امك ابوي. ايش بقى؟ لا من فضلك ليش بعد هالصوب بعد؟ ترى كنت اللي غلطان. عجب في بني ادم يمشي على ورا؟ امشي على ورا؟ امشي على قدام؟ امشي على راسي؟ انت ايش خصك؟ فتح عيونك زين وبعدين اعرف كيف تتكلم مع الناس. اشوفك بديت تطول لسانك. ترى اذا ما تسكت تشوف هذه العصا بنزل لك تحت وبخش فيك. عصاتك هذه بكسرها على ظهرك. دخل الشباب دخل. الله لا بارك فيكم من شباب. هذا تقول ما حلو وانا مخسر علي ريالين لكن انت ابوي ما تستاهل حق يجيب لك شيء. جايبه ورد بعد جايبه؟ لا وبعد ريحته خايسه. يا الله يا الله انت لو جايبت لي حزمه فقل ما كان احسن يا رايه. انا قلت لها قالت لي وين الزبيده وين الورد احسن رومان يقول عنه. انا عارف ان هذه ما افكارك انت عارف انها ما افكارك. يا الله يا الله يا ظهري يا الله. انا بسالك سؤال انت ايش سويتي في السرير؟ ايش سويتي فيه؟ انا طحت وما شفته ما شفته. يا ولد الحلال انا ما حسبتك تقعد كذا فوق السرير بيكون تنزل شويه شويه ما تتعود. انا اقول لولا طالعين على من اثر العقل هنا العقل مربوط في صلب العقل. يا الله يا الله يا الله يا الله. اخ اخ الله يظهر. يا رامز شو الاخبار؟ انا مين الحمد لله شويه رقبه بعدني لكن يديني الحمد لله بعافيه الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زين عاد وانا استاذنه اقوم اسير اشوف الدنيا ظلمت انا في بالنا. راي 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 ها تعالي سلمي على حمود. ايه سمعي الله يخليك ها يوم بتنامي ايه غطي وجهك هذا لا تخلي حمود يشوفك ولا بيخاف الولد بيخاف. اي في بالنا شيلي الورد معاش لا تنسي. يا الله يا الله
رامز هو هذا أخوك؟ هذا أخوي زهران، أخوي العود. الأخ زهران، كيف الصحة الحين أهون؟ الحمد لله أخوي بخير، لكن الظهر بعده شوية يعورني بعده. من الأخ دكتور الأخ؟ لا أنا قريب شامس. قريب شامس. أمين؟ أين خالتك ما جت معك اليوم؟ رجعوا لبلادهم يسلموا عليك. أحسن. هم أصلاً ما جايين علشان هنا. جايين علشان يروحون السوق بس. ويدورون ذيك الثياب، يلا يحب من الثياب. والتجار مستغلين عقول الحري. تحصل الدكان مدروس كله ثياب حريم أنواع وأشكال. والرجال مساكين حصل نوعين بس. وأهل المصانع قابضين إن كم واحد مجنون مخلينهم يشططوا ويخربطوا ويشخبطوا بس. مرة لون حمر، مرة خضر، مرة وردي، مرة سادة، مرة ما أدري إيش فيه من شجر، هاي سوالفهم ترى. ولا عادي يوم شفنا الحري، يلا هذا حلو وهذا جنن وهذا ما أعرف إيه. هي ويوم يصير نعد بلادي نشفن الخبر. ولا وكالة الأنباء مثلهم نعم، ولا وكالة الأنباء مثلهم. وفي النهاية مساكين الأزواج اللي هم يدفعوا الثمن، هم يطيحوا فيها. أخ مننا أخ. شامس مالك الله يهديك طحتك، لا تبحرين مرة واحدة هناك يوم واحد. واه يا جماعة، وأنا ما متزوج يعني، لكن الحريم من حقهن الرقة والجمال في الحريم. وبعدين أنتوا غريبين، إذا لبسن قلتوا لبسن، وإذا ما لبسن قلتوا ما لبسن. أرسلكم على بر. لا 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 لا، أنا مع الأستاذ شامس. الحريم كذا وأكثر من كذا بعد. ولا أنا من جاب لي المستشفى هنا إلا الحريم ومكر الحريم. يا الله يا الله يا ربي يا الله. أقول لك غريبة هذه. غريبة، أنا أصلا من أشوف الحريم مرة لو أحكي أبدي لو أحكي أبدي ما ودي أشوفه. أوين حريم؟ أوين حريم؟ الخير زهران، كيف حالك الحين أهون؟ يا زهران إيه؟ الناس تقول لك كيف حالك أهون؟ يا سيدي واه واه. يا الله باشي أخوك تبنك ها؟ أهون يكره الحريم يكره. يا جماعة أنا بروح لكم، بروح هذه الورقة اللي بغيتوها جبتها لكم. زهران ضغطك اليوم ارتفع واجد. ابوي شيل عنا الضغط القياس لا تجي سكته بعد علينا. والناس شوفي ضغط اخوي شوفي، لا يكون في حمى ولا باردة شوفي. زهران بخير والحمد لله ما في شيء، بس زهران. ناس قول نفس انتي انتي مسمش اسمي حميده. تعال شوفي ضغطنا، احنا ضغطنا ارتفع. تعال شوفي بديكم نفس ثانيه لحظه شويه. يا الله كذاك شمطت بنيه كذاك الله يهديك انت. دفش بعد دفش، عامل هالشوايه انا خليك سلس مثلي. ما كذاك زهراء؟ كل حال لعب سمير لعب، مالك لك انت؟ عق دورك الله يهديك الزين انت. لعب لعب شمس لعب. ايوه هذا ابو سبع اخوك. هاي الخاله وهذا الخاله. زين دورك يا انتوا ايش تسويوا هنا؟ المفروض لازم تكونوا في غرفتكم. احنا كل يوم نجي هنا وما حد يقول لنا شيء. بدك انت في اخر ايامنا عاد تكون متزعجينه؟ خلينا نلعب. خلنا نزل زلته. ايش يعني انتم طالعين؟ زلت. احنا ان شاء الله باكر افراج اراد الله. ايه دوري. خليهم يروحوا، انا كلها جالس انا واخبص. انا مثل الماكينه. لعب سمير لعب. انزين عاد لا تسوي ازعاج، ترى في مرضى نايمين. ما بنسوي ازعاج، ما نسوي ازعاج. لعب لعب سمير لعب سمير. هذا اخر تفاحه عندي. اخر تفاحه؟ عيل خلنا لاعبه. خلني رامسه لاعبه. ابغى اخسره اشيل التفاح تحت تدويتك بشيلها عنك اليوم. خذهم كلهم، تراني جالس انا اربع شهور. ما سعدها باربع شهور عامل هلتك هناك اليوم. اقول سمير انت
ما خبرتنا عن شغلك، هين تشتغل؟ صاحب تاكسي. صاحب تاكسي واسمه سمير، وبصراحة ما بحلو يا سمير. سمير الله يهديك. أقول سمير، أعطيني هذا التاكسي شوية أتمشي فيه كم يوم. لا ما تمشي فيه، بأجرى عليك. وبكم بتأجرى؟ النص بالنص. حلو حلو، النص حالي والنص حال شمس. كيف؟ يا سلام على الحريه، يا سلام، محلاها الشمس محلاها، والناس والربشه. اقول شامس، هذا سمير تاكسي، هاي موقف منه حصاني بالمواقف، خلينا في المواقف. هيا يلا نادي، يلا مسقط روي السيف خوير، مسقط روي السيف خوير، مسقط روي السيف. هذا مو شامس ورامس، والله انا غلطان. ايش رايك خليفه؟ ما شاء الله حالتك اليوم احسن من الاول، وإن شاء الله اليوم العصر الدكتور بيسمح لك بالخروج. لا لا الشيمة يا حميدة، الله يخليك. أنا للود ودي يا حميدة إن أجلس معكم هنا في المستشفى على طول، الله يخليك. يعني أنتم بصراحة ما مقصرين، معاملتكم طيبة وكل شيء زين، وخبري الدكتور يعني يسوي لي واسطة وخلاص ينومني على طول في المستشفى. الشيمة زهران عاد الله يهديك، من يحب ينام في المستشفى؟ أحسن لك تصير بيتك عند زوجتك وأولادك. زوجتي 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 أنت ما تعرفيها، أنا من يوم خلقت على وجه الأرض وهي قدام وجهي. نعم خليها على الله عاد، هذاك الزواج ورتبوه الأهل ما في الحيلة. بس زهران أنا ما بك تخبرني عن حياتك الخاصة، وأكيد زوجتك مسكينة تحبك. هين هين، هذه ما تعرف الحب يا حميدة، هذه ما تعرف الحب. خليها على الله، يعني إذا حبت تحبت بطريقتها الخاصة. يا الله هذه سمعة يا حميدة، هذه الزوجة ما تعرف غير تغسل وتطبخ وتربي حمود وبس، ماشي شغلة ثانية عندها. أنا بصراحة يعني الود ودي إن بزوجة تفهمني وأفهمها وتحلي مشاكلي، ما تزودها يعني. زين تزوج عليها. ها؟ لو إني يعني ما بنصحك إنك تزوج ذاك. هذا ما موجود. اي والله. وهذا ما موجود. اي والله. وهذا موجود. صحيح. مرحبا زهران، مالك فاك ثمك؟ شش، كنت مسوي الا بنج. اي صحيح انك مسوي الا بنج. تعال وليد، ترى شامس ورامس هم اللي في التاكسي اللي شفناهم. اكيد هم، لكن هذا ليش ما رخصوا؟ ما اعرف. زهران زهران زهران، فيك تصرخ انت؟ شريك تصرخ انت؟ ما هذا غريب، انت ما تشوفني الحين انا مشغول؟ والله اسف ما كنت اعرف انك مشغول. ايش تسوي، رياضه وسمك؟ ها؟ قصدي ان شامس ورامس اليوم رخصوهم. اي نشوفهم مرخصين، لكن متى راحوا؟ راحوا اليوم الصبح، وانا بيرخصوني اليوم العصر. اذا زين بجي اوديك البيت، ايش رايك؟ يا ريت يا اخي امين، يا ريت. زبيدة كيف حالك؟ ما تعالي في قربي، دخلي تفضلي. لا لا شوفي ايش طالعة، على وين ان شاء الله؟ سهرة بنت حلال المستشفى، اودي اكل حق زهران. وليش تودي لي اكل؟ ترى هناك يعطوه اكل. هي بس عاد ما كما طباخي انا، وبعدين زهران ما يوكل اكل غير من يديني انا. هي ما تعرفي متى بيرخصوا من المستشفى؟ يا وين قايلين اليوم العصر، عاد ما اعرف صدقهم وكذبهم الله اعلم. زين تبغيني اجي معك؟ تجيبي ولي عقب لو بزينة. دوشة شلي عني ذا صفر طاس، أنا أرقم البابة. هلا قطفي قطفي قدامي. دخلنا نبدلنا أغاني، خلينا أغاني عربية هدينة، بدنا نتخلوا مثل الهندية. أغاني هندي ما في فايدة، ما نعرف ما نفهم منها القهر. خلينا عربي زين، شريطة زينات. أقول لأخ هذا اللي جالس جنبك معطيني زيادة 100 بيسل، تبغانا اسوي لك شريط عربي مثل ما تقول، واحط لك على شرط بعدني عبد الحليم حافظ يزيد 200 بيسل.
تدفع 200 بيسه؟ مستعد ما تدفع علي. أدفع منها حسب أغاني؟ لا ما أدفع حسب أغاني. نحن ندافع طال 100 بيسه. شمس أشوف هاي وزبيدة وقف شيمة وقف. ليش أوقف؟ أقول لك وقف لا تسوي المشكلة وقف شيمة. لحظة قاعد تسوي لنا وقف لنا وقف شوفنا وقف أقول لأخوة سامحونا بتكون نخلص تفضلوا هبطوا. يا أخي ما أهبط. كيف أهبط؟ كيف ما تهبط؟ تكسي تكسينا هبط يلا رامس. هات سبانة لهناك. هات سبانة أخو شامس. تبغى سبانة مال التعوية ولا مال القتل؟ مال القتل هات. لا أهبط أهبط. باغين المستشفى السلطاني. تفضل تفضل. رقمة رقمة. شلنا بكم عاد؟ ريال ونص. ريال نص غالي لا والله. عاد يلا بكم ريال؟ بريال. هي زين بريال. يلا تفضل بريال يلا. هذي معنا ريال. راية راية ما لما تلك سفرين يكونوا حرامية. ننزل احسن الا قومي هيا نهضي. هلا تخافي الله يهديش بو بيولش عن عشرة رجال. انت مالش كذا اقول انتو حلموك اخو متلثمين. احنا متلثمين لان فينا زكمة جاتنا زكمة القيض تلثمنا علشان ما نعديكم. هي هي ما نبغى نعدي الحريم. هي لو رجع قيل ما عليه عظيم. وعقبتي هذا الرجال يذكرني بصوت رامز. نعم وذاك الحص. ايوه صح رايا كنت ابغى اكلمش عن موضوع رامز. ما لنا بذا الخبيل المغفل الله يهديش. حرام عليك رايا رامز يشتغل علشاني مع اني ابغى يكمل تعليمه الاول بس ما عارفه كيف اقنعه. صحيح انه ضحك شويه لكن بيستوي زين. احسن لي يا بنت الحلال يشتغل على الدوار الليل ونهار على الفاضي وخاصة عاد بيولى هذاك البطال. من قصة شامس؟ احد ما عارفة هذا البلية من هين طلع لنا ذا المقورف النحيس. الله يجازي ان شاء الله. اسمي انه هو سؤس البلا والمشاكل. سياس بيت الله يهديش ولا يهمش. تركي موضوع رامز هذا علي انا. مو رامز كما الخاتم في صبعي. نعم تفضل نزلوا نزلوا وهاتوا الغواز لحساب قبل حاسبهم انت. كيف حالك حميدة؟ زهران؟ نعم. ايش اللي جايب منك يا لو سمحت ارجع غرفتي. يا الله يا الله يا الله. ايش في؟ حاسس بشيء؟ نعم آلام حادة يا حميدة آلام حادة. في ظهرك؟ في قلبي. انزين استريح الحين وبعدين ان شاء الله. أنا استدعيكم لموضوع يهمكم. خير إن شاء الله. يا أنا والله ما سويت. على مالك على مالك. بالعكس أنتم قمتم بعمل الإدارة تشكركم عليه. الحمد لله. وعلى هذا الأساس قررت إدارة الشركة
ترقيتكم هذا العام. الله يخليك. لا وبعد علاوه على ذلك انها مكافاه ماليه. احسنت مريال احسنت. بس تطلب الشركه منكم المثابره في العمل. اكيد ان شاء الله بدر الجهد كل ما استطعنا. ان شاء الله ابو رياض عليك ابو رياض. مفهوم كذا. عفا عليك. بارك الله فيكم. اهلا وسهلا. احسنت ابو رياض. احسنت. يلا نفضلكم كل واحد منكم على عمل. ان شاء الله بريال. اهلا وسهلا. احسنت ابو رياض. حياكم الله. الله يخليك. حياكم الله. الله. اهلا وسهلا. انا كنت خايف. قلت اكيد مسوين شيء ولا شيء. قلت بيفنشنا. طيح قلبي بصراحة. أنا يوم كنت واقف قدامه حسيت مثل وقفة شامس ورامس بالضبط. أوه تعال فكرتني. أنا بروح أجيب زهراء من المستشفى. يا ابن الحلال توك مترقي وبتطلع على طول؟ بس خمس دقائق الله يهديك. كيفك يا وابي كهذا ما احنا؟ الا يكون سارد الحصن وحرسنا الى نجي. خلينا نسال عن الممرضه هناك. يلا خل. زهراء مو قاعده تسوي هنا؟ رايا انا مريض. نرس تكت نمسي دولت رابط الصفر طاسه براسك. زين ترى النرس ما حد عندها تعبانه ويعني ما تقدر تشتغل بنفسها. جيت اساعدها. ترى انا ما عندي شغل جالس فاضي. يلا روح روح. لا انا ما اسير. ما تحرك منه الا تقول لي انت مو قاعد تسوي هنا. خلا تصير الحبره هناك وتفاهموا. صح صح. يكون احسن. لا ما اسير نحن. اي مالك ابوي مو ما شايف حريم فاضي ايش الشيء؟ هذا امين يخصص استاذ شامس وهذه زوجتي رايا وهذه خطيبة أخوي رامس. يلا يا جماعة نروح الغرفة. أهلا وسهلا. يلا خلصوا. يا يعني هم بيجون معانا؟ يعني إذا شيء عندك وسع بالسيارة ممكن. طبعا في وسع. بس أقول يعني لو أروح أنظفها شوي وأغسلها ترى كلها تراب. يعني نحتاج أنا شباب وهذا. ما عليه هاي راية متعودة على التراب دائما. بطل. قصدي يعجبها تراب. أعوذ بالله. أخبطوني يا جماعة. يلا نروح. يلا روح. خلت تعال قدام.